هادو كل ما تبصار هما فيهم البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. بهذه المناسبة الأليمة التي فقدنا فيها رجل الثورة الشهيد أحمد قايد صالح، أتقدم لعائلة فقيد البطل الرمز الشهيد أحمد قايد صالح بأعز بأحر التعازي، ملهما ذويها الصبر والسلوان، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جنانه وأن يجعله من أهل جنات الفردوس الأعلى ونحن معه جميع، وأن يأتي من خلفه مثل ما قدمه هو إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمانة للرئيس سبون وتكون الخليفة تاعها إن شاء الله، تكون الخليفة تاعها. كاين رجال في هذا البلاد، كاين رجال في هذا البلاد إن شاء الله، وتكون الخليفة تاعها. الله عجل إن شاء الله، الله عجل إن شاء الله يا رب إن شاء الله كيما احنا من هذا البلاد. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله على المجاهد الباطن قايد صالح في هذا في هذا في هذا في هذا اليوم. نتمنى له قدره وروض مريات الجنة، ونعزي كل الجيش العسكري وعائلته كلية، نتمنى له قدره وروض مريات الجنة. شكرا. يرزق الله العافية. تفضل. ربي يرحمه ويحفظه ويسعدها في بلادنا البلاد. الحمد لله بدنا البلاد وبلادنا، كل شيء هو كرة فرصة دخلت علينا. لا فيريتي كو هو كل شيء هو فرصة، الحركة اللي كنا فيها ما كناش قابلين. هذه بلادنا الحمد لله راح شهيد ونستحفظوا عليها. والله لا راح شهيد الحمد لله. زعما كما قلت لك شو كاع الجزائر كومبلي تكون الخليفة تاعها. الجزائر كومبلي هذا عايش قال لك إلى إنسان 40 إنسان راه مأل الجنة. دوك هذا راه مأل الجنة. بدنا البلاد الحمد لله. كوبشي هو كره كيس واحد اخر دخل علينا جا الاخي ولا لا؟ نطلبوا له جابنا لهنا للبلاد. الله يهنيه يا ربي، الله يهنيه كيما هنانا الله يهنيه. شكرا.